السلام عليكم، معاكم باشمهندس اسماعيل، معيد قسم هندسه طبيه جامعه ام تي اي. ان شاء الله النهارده هنتكلم عن القسم وايه مميزات القسم وايه الحاجات اللي المفروض ان احنا نحضر لها، وايه قسم المواد اللي احنا بندرسها خلال السنوات الدراسيه، وايه اللي احنا بنتعرض له، ولحد ما نوصل لمرحله الشغل، وازاي ان احنا نتخرج واحنا نقدر نتواكب مع الشغل. القسم بيتقسم لجزئين، هو عباره عن مسمى القسم اسمه بايوميديكال او بايو الكترونكس. هو بيتقسم لجزئين، جزء ميديكال والجزء الثاني بيتكلم عن الالكترونكس. بنبتدي في بدايه السنوات الدراسيه بناخد الالكترونكس بدايه من مواد الالكتريك سيركت والادفانسد سيركت لحد ما نوصل لمرحله ان احنا نبقى مؤهلين ان احنا نقدر نتعامل مع الاجهزه الطبيه. بعد كده في مراحل السنوات الدراسيه الاخيره بنبدا نتعامل مع المواد الدراسيه اللي هي الميديكال او التميل اكتر الى الجزء الميديكال وكيفيه التعامل مع الاجهزه الطبيه بمختلف اللاينات بتاعتها. بعد كده بيبقى مؤهلين، بيبتدي الكليه تدينا او المواد نفسها تدينا بيز لسوق العمل وايه المجالات اللي احنا نقدر نشتغل خلالها. بعد كده بنرجع للمرحله اللي بعد كده ان احنا ازاي نعد نفسنا واحنا خلال السنوات الدراسيه ان احنا نبقى مؤهلين لسوق العمل، وازاي ان احنا نقدر نتواكب مع سوق العمل، واول ما نتخرج نقدر ان احنا نشتغل في اماكن وتكون اماكن كويسه جدا. كمان من مجالات الشغل، مجالات الشغل في القسم ده مجالات كبيره جدا. اقدر ان انا اشتغل بدايه من مجال المينتيننس اللي هو مجال الصيانه، صيانه الاجهزه الطبيه، وحتى المجال ده بيتفرع لاقسام كتيره. يعني اول حاجه مجال الصيانه بيتقسم لمجالات كبيره، من اهمها ان انا اقدر اشتغل على اي لاين من اللاينات بتاعه الاجهزه الطبيه. في ناس بتشتغل في الجزء بتاع الايمجنج اللي هو زي الاكس راي والالترا ساوند والديفايسز دي، وفي ناس بتشتغل في اللاين بتاع الايديولوجي اللي هو خاص بفقد السمع والاتزان وعمليات القوقعه، وفي ناس بتشتغل في اللاينات اللي هي بتاع غسيل الكلى، في ناس بتشتغل في اجهزه التنفس الصناعي. فكل واحد بياخد لاين معين، بيكون دي لاين معين واحد بس تقدر انت تشتغل من خلاله، بس مش معناها ان انت تشتغل في اللاين ده وبعد كده ما تقدرش ان انت تشتغل في اي لاين تاني، لا، انت بيكون مؤهل ان انت تشتغل في اي لاين تاني. طيب انا ازاي اعمل اعد نفسي ان انا اقدر اشتغل في اللاين ده او اكون مؤهل ان انا اعرف بعد ما اخلص ان انا اشتغل في مجال الصيانه؟ اول حاجه لازم اكون قوي جدا في الالكترونكس، اقوي نفسي، ابدا اخد كورسز، ابدا اخد حاجات تعمل لي باك جراوند كويسه تاهلني ان انا اقدر اوصل لان انا اكون كويس جدا في الالكترونكس، بحيث ان انا سوق العمل يكون مواكب ليا والشركات كلها تكون متاحه بالنسبه لي. ده اول لاين. تاني لاين بالنسبه لي اللي هو برده من اللاينات الكويسه جدا اللي هو بيكون مايل اكتر للبنات وممكن الاولاد يشتغلوا فيه، اللي هو لاين الكلينيكال. الكلينيكال بيكون الهدف منه ان انا بكون موجود في مستشفى زي مستشفيات 57، زي المستشفيات اللي موجوده كلها، من اهمها المستشفيات اللي هي بيكون فيها الخدمه كبيره جدا للمريض، اللي هي بيكون فيها كميه اجهزه كبيره ومن ضمنها برده المستشفيات الحكوميه. تقدر ان انت من خلال وجودك جوه المستشفى بتكون مسؤول عن كل الميديكال ديفايسز اللي موجوده، ومسؤول عن جداول الصيانه سواء انت كنت بتعملها بنفسك او بتتعاقد مع شركات خارجيه. من اهم اللاينات برضو اللي موجوده اللي هو مجال السيلز، اللي هو بتكون مش اي حد يقدر ان هو يشتغل سيلز في المجالات اللي هي ميديكال ديفايس، لان انت عشان تقدر تبيع حاجه لازم تكون عارف مكوناتها وعارف الديفايس ده عباره عن ايه وبيكون من ايه، فلازم ان انت تكون عارف الجزء الميديكال بتاع الديفايس ده. فده اللاين اللي بعد كده اللاين السيلز برضو بيكون نفس اللاين بتاع المينتيننس، بيتقسم للاين، كل واحد بيكون شغال على لاين واحد، ما ينفعش يشتغل في اكتر من لاين في نفس الوقت. بعد كده في عندنا مجالات تانية مختلفة زي المجال بتاع البايو ميكانكس اللي هو مسؤول عن الريبليسمنت اللي هي الاجهزة التعويضية زي الهيب ريبليسمنت، الناس اللي بيحصل لها باتري في الاقدام، باتري في الاطراف، تقدر ان انت بتشتغل على اللاين ده. في ناس في من ضمن البايو ميكانكس برضو كمان في حاجات اللي هي خاصة بالبايو ماتيريال، ودي برضو من ضمن المواد اللي انتوا بتدرسوها، ازاي ان انا اقدر اغير المريض ده بركبه صناعيه، ازاي اقدر ان انا اغير له اي عضو موجود بعضو تاني، بس الاعضاء اللي هي بيكون عليها احمال زي الركبه زي الرجل زي الحاجات دي كلها زي الاسنان، الحاجات دي كلها بتكون خاصه بالبايو ماتيريال واقدر من خلالها اعرف ان انا اشتغل عليها. من ضمن اللاينز برضو اللي موجوده والمتاحه جدا اللي هي اللاين بتاعه البايو انفورماتكس، دي مش متاحه بشكل كبير جدا جوه مصر او في الوطن العربي، بس ده من اللاينات برضو الموجوده واللي جايه فيما بعد، اللي هي من خلالها بقدر ان انا اتعامل مع الجيناتكس واقدر ان انا اعرف الشفرات الجينيه وخاصه
بموضوع اللي هو البحث الجنائي والحاجات دي. ده برضو من ضمن اللاينز بتاعت البايوميديكال. البايوميديكال ليه مجالات كبيره، ليه مجالات كتير جدا تقدر ان انت تشتغل فيها، مش مقتصره بس على المجالات اللي احنا بنقولها. احنا بنقول مجالات على سبيل الايجاز مش على سبيل الحصر، تمام؟ بنحاول نوضح خلالها ايه الحاجات اللي احنا نقدر نتعامل معاها. طبعا كل لاين او كل قسم من الاقسام اللي موجوده اللي احنا اتكلمنا عليها دي بتاخد ليه مواد وبتاخد ليه بيزك تقدر ان انت من خلالها تديك باك جراوند كويسه جدا، تقدر ان انت بعد كده لما تتخرج تعرف ان انت تتعامل مع سوق العمل. بس ما بتكونش الكليه كافيه بالنسبه لك، فانت النقطه الاساسيه اللي انت لازم تشتغل عليها من اول ما تدخل القسم او اي قسم من الاقسام اللي انت موجوده في الكليه، لازم ان انت تاهل نفسك مبدئيا لسوق العمل. اول حاجه تهتم جدا بالمواد اللي فيها الكترونكس. لو انت بتاخد بيزكس معينه تقدر ان انت بتكمل عليها فيما بعد بكورسز ثانيه، تقدر ان انت تاهل نفسك للحاجه اللي انت عايز تشتغلها، لان انت عشان توصل لحلمك لازم تشتغل على نفسك كويس جدا عشان تقدر تحقق اللي انت عايزه. ما يكونش هدفك بس ان انت تاخد شهاده وتقعد بعد كده، لا، يكون هدفك ان انت تحقق الحلم اللي انت دخلته الكليه عليه. نصيحة مني بالنسبة لي، أنا بالنسبة لي القسم أنا بحب الميديكال جدا، وبحب الحاجة اللي هي تكون فيها جزء في مساعدة للناس. أنت من خلالك تقدر إن أنت اللاين ده بيوصلك إن أنت تقدر تقدم مساعدات لناس كتير، من خلال إن أنت بتقدم للبيشنت نفسه مساعدة بطريقة اندايركت. أنت الديفايس لو ما اشتغلش مش هتقدر أنت توصل للبيشنت. أحيانا لو أنت اشتغلت في المينتيننس أو اشتغلت في أي حاجة من الحاجات دي، أحيانا هيجي عليك أوقات تبقى قاعد مستني البيشنت، مستني ان انت تعمل له ديفايس او ان انت تعمل له حاجه عشان يقدر ان هو يتعالج بيها، فانت بتحس بيكون فيها جانب انساني. ده من اهم الجوانب اللي انت لازم تعمل عليها في حياتك كلها، لان ما عاش من عاش النفس. لازم توصل ان انت تحقق لنفسك جانب انساني، وهو ده الجانب اللي احنا كلنا بنشتغل عليه. الله